مع ساعات الصباح الأولى توافد آلاف الطلبة والتلاميذ على المدارس في مدينة البصرة، حيث قرعت الأجراس إذانا ببدء العام الدراسي الجديد 2024-2025، عام تتجدد فيه الطموحات وتشحذ فيه الهمم لتحقيق التفوق والنجاح. إن شاء الله راح ينطلق العام الدراسي اليوم، جميع الأمور تم تحضيرها خلال العطلة الصيفية، تجهيز كافة الصفوف بما تحتاجه لبدء العام الدراسي، استلمنا الكتب وإن كانت حسب النسب، قمنا بتوزيع الكتب على المراحل خصوصا طلاب الصف الرابع العلمي باعتبارهم هذه أول مرحلة داخل الإعدادية. نهنيكم طبعا اليوم أول يوم دوام بالمركزية وبدء العام الدراسي الجديد، نهنيكم بدء العام إن شاء الله عام اجتهاد وجد، وياكم من مدرسة مركزية من محافظة البصرة المدرسة العريقة. وفيما أعلنت مديرية تربية البصرة عن انتظام ما يقرب من 1,200,000 طالب وتلميذ من كلا الجنسين في جميع المراحل الدراسية، فإنها أكدت حاجة المحافظة إلى حوالي 800 مدرسة لفك الدوام الثنائي والثلاثي وتخفيف الاكتظاظ الحاصل في الصفوف. في هذا اليوم توجه أكثر من 1,200,000 تلميذ وطالب إلى المدارس، أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العام عام خير، عام نجاح على عراقنا الحبيب وبخصوص مدينة البصرة. مشكلتنا في البصرة هي قلة الأبنية المدرسية. مدينة البصرة تحتاج إلى أكثر من 800 مدرسة حتى نتخلص من الدوام الثنائي والثلاثي. عندنا مشاكل يعني في بعض المناطق المستعصية جدا اللي هي أبي الخصيب وشط العرب. العملية التربوية أكيد هذا العام فيه كثير من التحديات، نستطيع أن نسمي هذا العام هو عام التطور والتقدم إن شاء الله بالاستفادة من الأخطاء السابقة، لأن فيه تحديات، فيه كثير نحتاج إلى المدارس، من هذه المدارس يعني 850 مدرسة كي نقضي على الدوامات الثلاثية والرباعية. وترافق العملية التربوية في العراق الكثير من التحديات ليس على مستوى الأبنية المدرسية فحسب، بل تتعدى ذلك إلى قلة الكتب وانعدام الدفاتر والقرطاسية، فضلاً عن المناهج التي يشوبها الكثير من الانتقادات. لقناة زاغروس الفضائية ستار المنصوري، البصرة.